في حاجة قبل ما أتكلم، عيب إن أنا أتكلم في ناس أفاضل موجودين أساتذة وخبراء، عشان كده كل الحاجات التاريخية والثقافية شلتها، لأن كيف تتحدث النملة في حضور الأفيال؟ أفيال أنتم؟ في 5 فروض دلوقتي أنا بسميهم فروض. الأول، الوقف أصبح فرض، يعني مع كل جمعية بتنشأ لابد يكون فيها داخلها إرادة إدارة وقفية إلى أن تستقل هذه الإدارة تبقى جمعية لوحدها. فالوقف مش أصبح دلوقتي مندوحة وسنة وكذا، ده كلام كان في أيام الرخاء. دي نمرة واحد. الفرض الثاني التطوع. التطوع أصبح فرض. ما ينفعش إحنا يكون عندنا حوالي 40 مليون عربي ما بين مشرد وما بين لاجئ وما بين نازح ونقول التطوع مش فرض، لا أصبح فرض على الشباب بالذات وعلى الكبار في المجتمع. الفرض الثالث، بناء مؤسسات المجتمع المدني. بناء مؤسسات المجتمع، دولة من غير مؤسسات مجتمع مدني أو دولة بمؤسسات مجتمع مدني ضعيفة هي دولة هشة. تستطيع أي مجموعة أن تخترقها وتحولها إلى دولة فاشلة. الرابعة كفرد، المؤسسات البحثية. إحنا من أضعف الشعوب والدول والمؤسسات في عمل بحوث، ولا نؤمن بالبحوث. نؤمن بنبني مبنى كبير نصرف عليه ملايين. كنت أنا في مكان ما في بلدة ما، المبنى مكلف 6 مليون دولار. نقول لهم بحث ب 20,000 30,000، الناس مخها مفيش. الحكومة تتكلم عن أرقام ما تتكلمش عن عواطف. مؤسسات دولية تتعامل مع أرقام معناها أبحاث. أنا ضعاف جدا 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 في العمل البحثي وعمل الفكري اللي هو ثينك تانك، اللي احنا بنصنف من خلاله من الآخرين ونقعد نقول يا دول كذا. طب ما انت ما عندكش الإمكانية، عندك الإمكانية المادية لكن ما عندكش الإمكانية ايه الأخيرة اللي هو لابد 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 وهقعد لابد البكرة إن نشجع الشباب يعملوا أي مبادرات حتى ولو فشل، حتى ولو مبادرات فشلت لابد أن ينشغل الشباب بعمل مبادرات، ولابد للجمعيات أن تستوعب الأكادر الشباب والنساء، لأن دلوقتي إن إحنا مخترقين في الأمة العربية الإسلامية من التطرف والإرهاب وكل الهيصة الكبيرة اللي موجودة كلها عندنا. ليه؟ لأن إحنا لا نهتم بأن نشجع الشباب على أنهم يكون قادة مجتمعيين. هم شباب، مش تلميذ عنده 60 سنة و70 سنة و80 سنة يخليه هو قائد مجتمعي، لا، ده هو شاب وأنا موجود يكون قائد مجتمعي. دول 5 فرائض. لسه ما بدأتش. أبدأ؟ عشان نعمل الحركات اللي بتعملوها دي. يلا لو كان مفيش طار هي دي قعدت في واحده قبلها اللي هي اول واحده. لا اتك على الايون تحت اللي بعدها. طبعا تعرف الوقف انتوا عارفينه احسن مني، فانا مش هتكلم فيه كتير. ايوه اللي بعدها بقى ده الوقف مش جمعيه فقط. الوقف الصناعه ما هوش مجرد ان انا بعمل جمعيه واسجلها واجيب الحاج فلان ولا الشيخ فلان والاخت فلان تمسكها، لا، هو ثقافه وهو لكن هو ركيزه مقطعيه في كل منحى من مناحي بناء المجتمع. ركيزه مقطعيه في كل منحة مجتمع. أين سكن؟ في أمريكا أو كندا أو أوروبا، وتستثنى معها جنوب أفريقيا وممكن تركيا إلى آخره. تركيا ثقافة الوقف عندها قوية جدا جدا جدا. وبننصح بعض الناس، طبعا لست خبير، لكن دي من إيه؟ زي ما كنت سواح أغني؟ مؤسسة وقفية. بعد كده المؤسسة إيه؟ الكلام ده ممكن يزعل بعض الناس. لو كنت انا في الاداره بتاعت المؤسسه بتاعتي تديرها
خارج المجموعة التي تدير المسجد، وخارج المجموعة التي تدير الاتحاد أو الحزب أو الجماعة أو الجمعية الأخرى. ما ينفعش طواقي لبسهم الجمعية على خطأ شخص في جمعية أخرى منتسب إليها. أن تطوير الوقف أهم شيء. إحنا بنعمل وقف، إحنا بنعمل وقف مش عشان نعمل جمعية، إحنا بنعمل وقف عشان نستثمر في الإنسان. يوم ما هننسى الاستثمار في الإنسان يعمل الوقف للإنسان، أو لو كان في أشياء تانية للمناخ أو للحيوان أو للطير إلى آخره. لكن إحنا كثير جدا من الأحيان ننسى الهدف الأساسي من أجله ننشئ الوقف، ونبتدي نبص على الهيكل اللي بعدها. أنا بحاول أوفر عليك وقت أكتر مني، واللي عايز يسأل أسئلة ما فيش يسأل. إزاي نطور الوقف؟ مشاكل الوقف وإدارة. والوقف كمسيرة ما بيبنيش يوم أو يومين. يعني هارفارد يونيفرسيتي دلوقتي دخل على 40 مليار، 40 مليار دولار. يعني لو حبت تعمل أي فيلم سينمائي أو مليون أو اثنين أو خمسة أو 10 مليون دولار. كذلك جامعة أكسفورد اللي اتكلمت عنها. فلذلك لما ننظر مثل هذه الأشياء نجد المسيرة دي بدأت من من عشرات أو مئات السنين، أو بعد 20 سنة. لا، دي بقى حماية المؤسسة. لابد اللي في النص النمرة واحد دي اللي هي المؤسسة الوقفية، اللي حواليها دي دوائر تحمي المؤسسة الوقفية لكي تستمر. يعني عندكم الفرنساوي اللي هو الماسة أو الجوهرة، فلابد أن نحيط الجوهرة دي بكل هذه الدوائر لكي نحافظ على استمراريتها. من أهم الأشياء طبعا المناخ، في ثلاث أو أربع أشياء: حرب الإرهاب، غسيل الأموال، تطرف. فأصبح الإسلاموفوبيا إن لبناء الأوقاف أكثر بكثير من حاجتنا في المناخ اللي مختلف. زي ما أنا قلت قبل كده، لما جينا فتحنا الغسيل الإسلامي الحساب بتاعها في 84 من غير دلوقتي عشان تفتح حساب في البنك. يعني نركز على هدف تاني. واحدة: من هم العاملين على الوقف؟ من هم العاملين؟ احنا كثير جدا في الأحيان بنختار الأمين وليس القوي. ما ينفعش ولا بست حركات ولا بتعمل حركات ولا بعشر حركات. أبدا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى قوي الأمين. احنا في كل مؤسساتنا بنجيب الأمناء، مش مشكلة. بيقول اللهم إني أشكو إليك، خلاص واضحة. ينفعش أبدا أبدا. حتى مجلس الإدارة يجب الانتقاء. في مؤسسة دلوقتي كانت في بريطانيا دون ذكر أسمائها، شال كل مجلس الإدارة، كل مجلس الإدارة تغير المجلس، نزلوا إعلان برسم وظيفي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة. كنا احنا بنستشار في هذا الأمر أنا شخصيا، واختاروا كذا جمعية تانية اختاروا عشان، وتعينوا دلوقتي واحدة مسلمة واحدة غير مسلمة والباقي كلهم مسلمين. حتى مجلس الإدارة في المجتمع الأوروبي اللي احنا عايشين فيه، المجتمع الأمريكي اللي احنا عايشين فيه، المجتمع الغربي اللي احنا عايشين فيه، بيبقى إعلان لكي يختار واحد فيهم. بيكون الحزام الثالث بتاعنا اللي هو المتطوعين. لازم يكون عندنا متطوعين من الشباب ومن النساء من كافة مناحي المجتمع. هل احنا ممكن من الموظفين يكون في مؤسساتنا الوقفيه الاسلاميه موظفين غير مسلمين؟ نسال نفسنا السؤال ده. اخي والشيعي والسني، يعني الشيعة والسنه دخلوا في الغزه الاسلاميه من القرن، مش القرن الماضي، لا، من العشرين الماضيه. عشرين الماضيه كان عندي اثنين مساعدين ليا، واحد فيهم شيعي ايراني، شيعي اذربيجاني، والثاني شيعي باكستاني. تمثل قواسم مجتمعيه، تمثل قواسم مجتمع كبير، ونحن لسنا المجتمع. نحن لسنا المجتمع مهما عظمت أعضاء وإمكانيات المؤسسة بتاعتك. لما هيحموا الوقف ليه الوجيه؟ يعني كذا مرة نتكلم يقولوا إحنا عايزين نجيب الأمير تشارلز، مش عارفين الأمير مين ومين مين. هيجي لك ليه؟ أنت لكي يسعى هذا الأمير
بكون شرف لي هو اني انتمي بالاداء وبالهيكله الداخليه وبالشفافيه المعياريه ها وبالمشاريع اللي هنتكلم عنها. واحد بعد الاحداث بتاع سبتمبر 11 سبتمبر دعانا الامير تشارلز نفسه ان احنا نروح انه يجزرنا سوري مش دعانا هو قال لنا حاجه ازوركم وتبرع لينا في الاغاثه مبلغ رمزي 2500 جنيه مبلغ مش قيمه ده لا احنا بنتكلم على قيمة. لماذا؟ لان انت في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا واحنا بنحط التشكيله دي كلها من المتطوع من العامل من هنلاقي نفسنا ان الناس ياتونا ايه احنا فكرنا يكون فكر مجتمعي ما يكونش فكر ايه متقوقع فليه احنا عايزين دايما نقول احنا عايزين نجيب طارق زيزو انت لو قلت زدان ولا مين عشان يديله 10 جنيه ده يديله 10 جنيه طارق ليه هيقول السكرتير بتاعه يقول لا ما تروحش ما تروحش تروح ليه يخاف لان يعني ده المناخ بتاع دلوقتي يخاف يمنع الصديق انه يكون مؤذي ساعات احنا بنزعل منهم لا ما زعلتش منهم لا بد الانسان ينظر لنفسه نظره داخليه شامله من الداخل وجاء وعلم انا هركز على دي عشان الباقي كله كلام واخد بالك وطبعا انا لا استطيع ان انا ان اتكلم عيب مش من الادب مش كده مش من الادب ها انا قليل الادب يعني فضيحه على يبقى عيلة القوم السفراء لابد يكون سفير الضغط بتاع الوطن ازاي امين السفراء لابد يكون سفير لما اول مره فكرنا في السفارة الغاسة ما فكرنا فيها في التسعينات 20 سنه كانت دوله سواء كان من بعض الشخصيات الاعلاميه او الفنيه الى اخره الى اخره هم تكلموا باسم الاغاثه وما يدافعوا عنك ان راحوا شافوا المشاريع بتاعتك يعني نتكلم يا اخوانا انا مش بتكلم في حقيقيه والاخرين عملوها ونفذوها بانظمه ومنهجيه ومعياريه وسياسات احنا بنحط السياسات بس ما بننفذش السياسات بنحط المعايير بس بنخترق المعايير لاين دونيشن بيدفع الفلوس مش هدفع لك انت لان ثقافتك اللي بتحطها على الفيسبوك بتاعك وعلى الواتساب والحاجات دي كلها ما تمشيش مع فكر الشباب اللي هو حوالي 50% 40% من المجتمع فلذلك الامر جد خطير مش سهل والوقف يعتبر قاطع 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 في مناحي المجتمع الفكر المجتمعي للوقف انا قد اقين عندي فكر ايديولوجي ده بتاع انا شخصيا يؤطر للمجتمع انتوا عندكم الانتخابات هنا مش هو قرر ما بين حزبين صح ولا لا فاستطاع ان يفهم اكبر كتلتين سياسيتين رئيس الجمهوريه ربنا يوفقه باذن الله سبحانه وتعالى فقبل كده كان في ناس كتير عايزين يعملوها بس ما قدروش فعمل الثنائيتين فعشان كده نجح ب 60% او 70% لو نجح بيهم 66% طبعا دي النتيجه يعني خطيره يعني مش سهله فلما ننظر للفكر المجتمعي لابد ان اعرف المجتمع اعرف حوالي المجتمع ونواحيه كلها ها وبقى استطيع ان اتعامل مع كافه جوانب هذا الفكر المجتمعي ما افرضهاش على المانح ما افرضهاش على ايه على المستفيد الى اخره فكل هذه الاشياء اللي بنتكلم فيها دي عشان نحمي المؤسسه الوقفيه احنا عايزين اوقاف يا اخي فاضل يا دكتور عشان انت بتبني شقق قويه جدا المنتدى اللي عملناه في سويسرا انا خلصت ولا لسه كم دقيقه دلوقتي بس لا 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 انا مش هتكلم نص ساعه انا لا انا خلي مجال طبعا انا عايز اركز يمكن في ان انا اخلي يمكن يكون هدف او هدفين نشر الوعي الوقفي ان شاء الله ياخد مني 5 سنين ان انا اخلي كل طفل في البيت يعرف ازاي يطلع كل يوم تيم عشان يتبرع بيه الوقف نشر الوعي من حالة الاميه جهل نعلم الناس وبعدين الناس بعد وعي شوف قد ايه المسيره ماشيه جهاله واميه تعليم فالوعي خطير خطير بالنسبه ايه للمنتصره يا ريت احنا نركز حتى الاموال اللي بتجي لنا من المانحين نركز على انا ما يهمنيش ابدا ان انا اقعد ادرب ناس كلها في 50,000 جمعيه بتدرب لكن انا يهمني ان انا انشر الوعي كثقافه
وتغيير حسب النعشات وضحاها. أنا بس أنا هنهي طبعا كلام يعني مكرر إلى آخره، وأشكركم جميعا أنكم، وأنا قضيتي هي قضية الحوكمة وقضية الإدارة. ليه؟ لأن من لبنان لمصر للسودان لكذا المؤسسات العربية والإسلامية تعاني.